كلمنا يعني مش هنقدر نستثني هموم الناس، وفكرة أسعار الدواجن وأسعار اللحوم وأسعار البيض دي أكيد أساسيات، يعني فكرة إن لو مش هناكل بيض ولحمة يعني فراخ ولحمة هناكل بيض، فإلى حد ما بقى حديث داير بين الأسر. يعني أنا كنت في اتصال مع أختي الصبح تقريبا ما فيش مرة بنتكلم فيها عن الأسعار والكلام، تقريبا من طول عمرنا احنا الاثنين لقينا نفسنا النهاردة بنتكلم على الأسعار وإيه اللي حاصل في السوق، بقى الشغل الشاغل حتى الناس اللي هم ما كانوش بيتكلموا في المواضيع دي بقت خلاص داخلة على كل الفئات وكل الناس اللي هم بيتكلموا على الغلو الأسعار. تبذل الحكومة جهد كبير للسيطرة على أسعار الدواجن والبيض، سجلت ارتفاع ملحوظ هذه الفترة. أرجع مسؤول صناعة الدواجن بالبلاد أن السبب في ارتفاع أسعار إلى رغبة أصحاب المزارع في تعويض خسائرهم السابقة بأي شكل وعدم تحديد الدولة للسعر عادل، وقد سجل كيلو فراخ البيضة أكثر من 100 جنيه للكيلو بينما كان قبل أسبوع واحد ب70 جنيه، فيما سجلت كرتونة بيض المائدة 30 بيضة سعر 135 بينما كانت في الشهر اللي فات 100 جنيه. ولفت أن أسعار الهياكل وأرجل الفراخ وهي الأقل قيمة على الإطلاق شهدت ارتفاع ملحوظ وسجلت 50 جنيه للكيلو. الحاجات دي عايزة أقول لكم كانوا بيرموها أصلا. هيكون معانا على الهاتف مين يا جماعة؟ دكتور أستاذ صبحي الحفناوي خبير صناعة الدواجن. برحب بحضرتك أستاذ صبحي. أهلا مساء الخير يا فندم، أخبار حضرتك؟ برحب بحضرتك. بداية أنا بس هقف قدام كلمتين في هذا التصريح، وهم إن هذا الارتفاع لأن أصحاب المزارع عايزين يعوضوا خسائرهم، هل هذا حقيقي أم تجني على أصحاب المزارع اللي هم فيش بيديهم حاجة؟ هنا الموضوع فين بالظبط؟ لا هو ده تصريح خاطئ جدا. مفيش حاجة في صناعة الدواجن اسمها أن المربي يريد أن يعوض خسارته وبالتالي بيرفع الأسعار إلى هذا الحد الغير معقول. ما يحدث الآن في صناعة الدواجن هي قلة العرض الموجودة في سواء كان في الدواجن الحية بكافة أنواعها أو في كمان منتجات البيض. ما يحدث الآن يا أستاذة ألفت يعني ده فاق التصور النهاردة، عايز حضرتك لسه بتقولي إن كيلو الفراخ النهاردة تخطى أو وصل إلى 100 جنيه الفراخ الحية. طبق البيض وصل إلى 135 وده يشكل عبء كبير جدا على المواطن المصري وخاصة محدود الدخل. طيب فإحنا كمان داخلين بعد إذن حضرتك اتفضل. كمان داخلين على موسم اللي هو شهر رمضان المبارك وبالتالي إحنا عندنا الاستهلاك بيبقى بيزيد بنسبة 100%، ففي ظل ندرة العرض والشحية اللي موجودة بالنسبة ننتظر ارتفاع آخر؟ ننتظر ارتفاع آخر إذا لم تتدخل الدولة بآلية منضبطة لضبط السوق، وخاصة النهاردة حضرتك ما حضرتك بتقول هنا آلية منضبطة لضبط السوق، هنا معناها أنها تحدد سعر عادل، وهنا هيبقى في طفرة بينها وبين المزارع أو صاحب المزرعة. يعني أنا أقول لحضرتك في النهاردة مثلا الدواجن عبارة عن مدخلات ومخرجات. مدخلات اللي هي بتتمثل في كتكوت التسمين اللي هو العمر يوم وصل النهاردة أو تجاوز 30 جنيه في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر. اللي كان بجنيه وأقل بقى ب30 جنيه؟ النهاردة تجاوز 30 جنيه. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندي النهاردة طن الذرة الصفراء اللي أنا بكلم حضرتك على مكونات العلف اللي بتاكلها الفراخ، طن الذرة الصفراء 16,000 جنيه. طن فول الصويا اللي هو الكوسب فول الصويا 46% بروتين النهاردة تجاوز 30,000 جنيه، وبالتالي مدخلات الإنتاج بالنسبة للمربي أصبحت مكلفة جدا جدا. عايز أقول لحضرتك النهاردة المربي الدواجن في مصر خرج بنسبة 80% وهم صغار المنتجين لأن مش قادرين يواجهوا هذه التكلفة العالية جدا. 10,000 فرخة النهاردة في المزرعة بتتكلف في حدود 1,250,000 جنيه، وهذا رقم صعب جدا على صغار المنتجين. منتج الدواجن والصغار منهم بالتحديد اللي كانوا شغالين بنظام الآجل لم يستطيع العودة إلى الإنتاج مرة أخرى، وبالتالي ده عامل ضغط لعند قلة العرض في الدواجن. فهنا تدخل الدولة بآليات منضبطة زي ما عرضنا على احنا في اول الحلقة. خليني اقول لحضرتك عشان تبقى معانا، كان في اجتماع للسيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وعدد من الوزراء،
أشار إن المفروض يكون في زراعة لكل ده، الصويا، عباد شمس، كل ما يدخل في صناعة الأعلاف علشان يقل. لو ده حصل إمتى يبقى مردوده على الأرض؟ إمتى يبقى عندي فعلا زراعة لها مردود؟ خلاص الأعلاف تنزل فبالتالي الأسعار تنزل. ده وارد قريب ولا خلال، ولا ده خطته ممكن تبقى قد إيه؟ لا ده عشان حضرتك، ده أنت بتتكلمي حضرتك على أو ما تم النهارده في الاجتماع سيادة الرئيس مع دولة رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين. ده بيتكلم على الزراعات التعاقدية، والزراعات التعاقدية النهاردة لابد أن تكون هناك دورة زراعية، والدورة الزراعية في الذرة والصويا بتقعد بالشهور. أنا بتكلم على وجود آلية منضبطة بإرجاع أو عودة صغار منتجي الدواجن إلى الإنتاج مرة أخرى لزيادة العرض، والدولة هنا تتدخل. وإحنا عرضنا ويمكن كان مثلا تسهيلات بالضبط. انا في مداخله سابقه مع حضرتك كنا بنتكلم على اساس ان وزاره الزراعه تتدخل بالتعاون مع البنوك او البنك الزراعي المصري باعطاء قروض، وقروض حسنه بدون فوائد لمده سنه للمزارع المرخصه، لصغار المربيين الذين يملكون مزارع مرخصه، وتكون عبارة عن القروض قروض عينية بنسبة 75% يستلموا كتكوت وعلف، وقروض نقدية بنسبة 25% لتغطية تكاليف اللي هي خاصة بالأدوية البيطرية وخاصة باللقاحات وخاصة بالنشارة وإلى آخره. ده إذا ما قدرناش نعمل ده هتظل أو هيظل العرض قليل، وبمنطق العرض والطلب هيترتفع أسعار الدواجن مع دخول شهر رمضان. بعض الأصوات بتقول بعض الحلول، وخليني بما أن حضرتك في الصناعة من سنين خليني أقول لك اللي ممكن يتقال، يعني أن البعض بيطالب الدولة باستيراد مثلا عدد 2 مليون 3 مليون فرخة مجمدة، وبالتالي ده هيخف الضغط على الطلب داخليا شوية، هيدي فرصة للمزارع والإنتاج أنها تعيد تدوير نفسها وتشتغل مرة تانية. هل ده ممكن يكون حل فعلا؟ هو حل، ولكن حل هيكون مؤقت بشكل. يعني اقول لحضرتك يعني هنرجع تاني برضو، احنا محتاجين قد ايه في شهر رمضان؟ كان الشعب المصري يستهلك قد ايه؟ كام فرخه في اليوم؟ الشعب المصري محتاج في رمضان مش اقل من 5 مليون فرخه في اليوم. ما ينتج الان هو في متوسط حوالي من 2 الى 2 مليون ونص. انا بالتالي انا محتاج ان انا اضعف الكميه. طب انا لو قدرت اجيب 2 مليون فرخه، ال 2 مليون فرخه دول يخلصوا في يوم، يخلصوا في يوم. وبالتالي هو حل، ممكن حل جزئي ولكن هيكون غير مؤثر. ده رقم واحد. رقم اثنين اسمحي لي، ان النهارده سعر الدواجن المجمده سواء كانت في البرازيل او في اوكرانيا او في امريكا بالنسبه للاجزاء، النهارده الدواجن المجمده بتسجل 3.6 3600 دولار للطن. حضرتك على سعر البنك اللي هو يكاد يلامس ال 31، احنا بنتكلم على ما يقرب من 120 جنيه تكلفه كيلو الفراخ. احنا حضرتك تسمحي لي بان احنا كان عندنا صناعه مكتفيه ذاتيا بنسبه 95%، ولكن للاسف مع حدث من شهر فبراير 2022 حتى الان أثر على الصناعة بشكل قوي جدا جدا، وتم إخراج صغار المنتجين بطريقة أو بأخرى. والنهاردة اللي بيتحكم في صناعة الدواجن اليوم يا أستاذة ألفت هم كبار المنتجين والذين يملكون رأس المال. دكتور كده يعني سريعا، هل في انفراجه ولا ما فيش وهنلف في الدائره الانفراجه دي ودخلنا في فقدان للثروه الداجنه في الفتره الحاليه؟ في انا بقول لحضرتك الانفراجه تاتي بتدخل الدوله السريع، ونحن طالبنا دوره الفراخ بحوالي 40 يوم، فتستطيعي في خلال 40 يوم مع تحرك الدوله السريع من خلال وزاره الزراعه بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع الشركات الكبرى مع البنوك، نستطيع عودة صغار المنتجين وبالتالي تشغيل المزارع المغلقة. الناس في حضرتك المزارع بيشتغل فيها ما يقرب من 3 إلى 4 مليون عامل. خليني أقول إن أنا مش عايزة أكون سيئة النية وأقول إن كل الحلول اللي بتطرح دي معقولة جدا، ما هياش حلول خيالية، واردة جدا تتطبق على الأرض، وعندي
مفروض حكومة قوية، عندي بلد فيها مؤسسات قادرة إنها تنقذ صناعة الدواجن، لأن الموضوع فيه أزمة غذائية ممكن تحصل الفترة الجاية. الفراخ دي تقريبا زي ما بنقول هي غذاء الغلابة، مش اللحمة اللي هي وصلت 300 و 350 جنيه بعض الأماكن على فكرة، وده حاصل مش حاصل. ففكرة الحلول اللي على الأرض مفروضة جدا، ولما نسمع من الخبراء زي كده وحاجات ممكن تنفذ، مش بيتكلم في كلام خيالي، يبقى مش عايز أقول بس إن في ورا ده مؤامرة، لأن في ناس طبعا اللي بيستورد وبيصدر ده ناس بتستفيد. أنا بحييكي على أنا بحييكي بجد. أنا مش بشكرك عايز، بس أنا بحب إن أنا أجيب من الآخر. أنا مش عايز أقول كده حتى حضرتك. أنا عارفة موقفك، أنا عارفة موقفك ممكن يبقى حساس، إنك جزء من يعني حكم خصم وحكم في نفس الوقت، فبالتالي أنا خليني أقول إن ممكن يكون ورا ده فعلا ناس مستفيدة، فكرة الاستيراد الفترة الجاية وخاصة داخل على شهر رمضان والاستهلاك بيزيد، وأي حاجة هتنزل السوق أيا كانت جودتها هتتفرم، فبالتالي لا نسيب السوق عطشان شوية علشان نعرف نكسب شوية الفترة الجاية. لكن هنا التدخل من الحكومة واجب وطني ما فيهوش حل تاني، لأن فكرة اللعب بأرزاق الناس أو فكرة اللعب بأمان الناس ده شيء خطير جدا. أنا اسمحيلي في يعني أنا بحيي حضرتك على هذا الطرح الجميل شكرا. والقوي، وفي نفس الوقت أنا يعني برضو كمان بالنسبة للأعلاف، يعني احنا طالبنا وأنا طالبت مع حضرتك قبل كده في المداخلة بتصدي الدولة للمحتكرين. صدقني يا فندم أنا كنت حريصة باستكمال الحوار مع حضرتك النهاردة، وكنت حريصة بطرح الموضوع مع حضرتك النهاردة، لأن فكرة إغلاء الأسعار دي وما تطرحه حضرتك هو كلام عاقل جدا، كلام فيه حلول وليس فقط شكاوى أو توجيه اتهامات، وده أنا بشوفه كلام محترم جدا. أنا حضرتك إحنا في الآخر كل ما يحدث هو عبء على المواطن في النهاية يا أستاذة ألفت. صحيح. هو عبء على المواطن، لأن المواطن النهاردة حضرتك هو إحنا بقينا في دائرة مغلقة، يعني عارف كل بقى مجهد وتعبان وتخفيف، بقى فيه حلول بس ما حدش عايز يمد إيده. لا ما حضرتك النهاردة كيلو البنيه لما يسجل النهاردة كيلو البنيه الفراخ، يعني حضرتك يعني البيوت كانوا اللي يبقى عايز يعمل أكلة سريعة فيجيب كيلو بنيه وشوية مكرونة. صحيح. الكيلو البنيه النهاردة بيسجل 210 و220 في بعض الأماكن. فالنهاردة مين اللي عنده القدرة انه يشتري فرخة النهاردة؟ هي دعوة للجميع، احنا صيامنا بعد كام يوم، يلا كله يجي يصوم معانا وتبقى بجميلة بقى. ما احنا برضه هنصوم، بس يعني ايه هنصوم مضطرين. يعني احنا هنصوم شهر رمضان كل سنة وحضراتكم جميعا. ما هيبقى دي بتبقى حاجة كده يا رب، يبقى صيامين كده الصيام الكبير وصيام رمضان بركة لمصر كلها. يا رب يعني شهر مبارك، وبالتالي احنا بنناشد جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة الدواجن وإنقاذ صغار منتجي الدواجن وعودة المزارع المغلقة بطريقة أو بأخرى. احنا زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي احنا دولة، احنا دولة ودولة قوية، فلا يمكن الاستغناء عن صناعة بمثل هذه الصناعة القوية التي كانت مكتفى ذاتيا. بشكرك استاذ صبحي جدا، واستاذ صبحي الحفناوي خبير صناعه الدواجن بشكرك، وان شاء الله يكون في انفراجه في الفتره القادمه.